السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم برنامج اسمه التاوباو. التاوباو دوت هو برنامج أساسي موجود في الصين، دوت تابع مجموعة علي باي أو علي بابا، تمام. وهو يعتبر هو برنامج التسويق الأساسي الموجود في الصين، وله مصداقية عالية جدا، والمنتجات اللي عليه الكواليتي بتاعتها كويسة. طبعا هنتكلم عن الموضوع دوت كويس، بس المهم ان انت تدور على المنتج كويس وتعرف ازاي تشتريه كويس. فانا هبدأ معاكم دلوقتي ازاي نعرف نستخدم برنامج التاوباو ده. التاوباو طبعا انت بنجيبه من على البلاي ستور او من على لو تبع الاندرويد او الايوز، تبع لو انت الابل ستور برضك، لو انت خاص بمجموعه الابل، تمام. هنجيب البرنامج وبننزله وبيتحمل البرنامج. وطبعا عشان تشغل البرنامج وتفعله وتعرف تستخدمه كويس، لازم يكون عندك اكونت على حساب بنكي تربطه بيه، وفي نفس الوقت يكون معاك رقم تليفون صيني. الخطوه بتاعه التسجيل بتاعه الحساب البنكي ورقم التليفون الصيني يفضل طبعا لو انت ما بتعرفش لغه صيني زي حالاتي كده، فبتحتاج ان انت حد صيني يحاول يساعدك، او ان انت بتستخدم برنامج ترانزليتور ان انت تحاول تترجم الحاجات اللي انت تشوفها. وواحده واحده الدنيا بتبقى سهله بعد كده في التعامل، ومفيش مشكله فيها ان شاء الله تعالى. طيب هنيجي بقى بالراحه واحده واحده كده، نجيب البرنامج بتاعنا. دي الايقونه بتاعه البرنامج اهوت، هندوس عليها، تمام. بتظهر معاك النافذه اللي او الاولى ديت اللي قدامك. طيب هنمسك بقدر المستطاع معظم الحاجات اللي موجوده هنا، تمام، ونشوف هنعرف نستخدمها ازاي. اول هام التاوباو، عشان تشتري حاجه فانت لازم تدور عليها. طيب بعض الاحيان بتجد ان في بعض الاحيان المنتجات بتبقى ظاهره قدامك كده، ودي غالبا بتبقى قوائم معظم الحاجات اللي انت لسه بتدور عليها في الفتره الاخيره. بتبقى غالبا هو بيجيب لك ريكومنديشن لبعض المنتجات معايا، زي القهوه، الجواكتس، الحاجات دي كلها، الالكترونكس، الكلام ده. طب ده لو انت عايز تختار حاجه من دول. طب اللي يظهر قدامك هنا ماشي حاجه ظريفه جدا، انا وهي كده كده هندور على طريقه البحث. بس مثلا هنا قدامك مثلا سي مثلا الجاكيت اللي قدامك او الماوس. الماوس مثلا دوت هو بيقول لك ان سعره هيبقى 9.8، تمام. طب ايه الرقم اللي جنبيه اللي بالرمادي ده؟ الرقم اللي جنبيه بالرمادي ده هم عدد الناس اللي اشتروا الماوس ده قبل كده. الموضوع ده بيفيدك في ايه؟ بيفيدك ان انت عايز تشتري منتج لما تلاقي ناس كتير جدا 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 بمئات الالاف او بالالاف اشتروه، تمام. ما تقدر تخش وتشوف بعد كده الريكومنديشن والفيدباك بتاع الناس ديت، ان هم المنتج ده كويس، المنتج ده وحش. بيبقوا حاطين صور، بعضهم حاطين فيديوهات، بعضهم طبعا بيبقوا كاتبين، يعني كلهم بيبقوا كاتبين طبعا الريكومنديشن او الكومنتس بتاعتهم بالصيني، ممكن ببرنامج ترجمه تترجم الكلام ده كده كله. مثلا في حاله الجاكيت مثلا اللي جنب الماوس دوت، هتجد ان هو سعره مثلا 49 يوان. طب ده كويس ولا وحش؟ هتجد ان في 105 الف واحد تقريبا اشتروه قبل 105 واحد اشتروه قبل كده، تمام. طب في الكوفيه اللي تحت خالص ديت، هتجد ان في عندك 1032. هتيجي مثلا الجاكيت اللي هو الاحمر ده مثلا، او الباور بانك، الجاكيت الاحمر ده مثلا بيقول لك ده ب 26 يوان بوينت 7 من 10، ماشي. والعلامه اللي هي علامه النار دي معناها ان هو بيدفي جامد جدا، ودوت تم شراؤه 5189 الف واحد اشتروه قبل كده، تمام. طيب ده اول حاجه. طبعا انت مش السعر النهائي طبعا، انت لما بتخش بتشوف بعض الحاجات اللي موجوده جوه عندك في يعني تجد ان هو ممكن ان السعر ده اللي هو 26 يوان او 9 يوان والكلام ده منتج رديء او يعني امكانياته بسيطه، فبتضطر تخش وتلاقي اسعار تانية. طب هنشرح الحاجات دي واحده واحده. طب هنشوف دلوقتي انا بقى مش عاجبني ولا حاجه من دول وعايز ادور على حاجه تانية خالص، تمام. عايز ادور على حاجه تانية خالص، هتجد فوق خالص البوكس دوت، تمام. هنا ده بتاع السيرش. السيرش دوت خلي بالك هتجد فيه عندك جنبيه هنا دي علامه الكيو كود، او ان انت لو انت المنتج عندك منتج اساسا قبل كده ماشي، وعايز تعمل مثلا اسكان عليه. سي مثلا هتجيب مثلا ازازه ميه او اي حاجه، سي مثلا زي ازازه الميه ديت، تمام. لما انا عملت سيرش، عملت سكان فقط لغير الكيو كود اللي موجود عليها، طلع لي الازازه ديت موجوده اهيت، وادي الشركات اللي بتبيعها، وادي منتجات تانية مشابهه ليها، تمام. لو انت عايز تشتريها طبعا بتخش وتشوف. زي مثلا هخش على الازازه ديت، تمام، نفس اللي هو ان انا مثلا بشتري منه، ابص الاقي عندي ديت ديت عامل طبعا تخفيض عليها، هي كانت ب 32 يوان بوينت 9 وبقت 31 يوان بوينت 9، يعني هو مخفض يوان. طيب
في هنا كذا حاجه في الجزئيه ديت الا وهي رقم واحد، هتجد فيه هنا العلامه اللي على الجنب ديت، تمام، جنب الاسم ده. طبعا الاسم بيقول لك ديت هتبقى اربع ازايز، كل ازازه 4.5 لتر. الكلام اللي بالصيني طبعا ده شرح للاسم بتاعها، او يعني المنتج ده عباره عن ايه، ماشي. وهيجي هنا اهوت يقول لك ان ديت لو انت عايز تبعتها الكود بتاعها او تحتفظ بيها او تبعتها لاي حد من زمايلك او ليك انت بعد كده، فبتيجي هنا تمام بتعمل ديت، فبيقول لك انت عايز تبعتها للاكونتس ديت، تمام. في حاجة ممكن تبعتها للويشات او تبعتها لاي حد تاني، او لو انت عايز تحفظها في شكل صورة. فمثلا انا هقول له اوكي احفظها لي في شكل صورة، وديت صور دلالية على المنتج دوت، واقول له اوكي حفظ، بحيث ان انا بعد كده بعد فترة ممكن ارجع للكود ده تاني واستفيد بيه. طيب اللي خلي بالك بقى هنا، هو المنتج ب 31.9 يوان، هتجد بعديها هنا هوت في الحتة في الجزئية ديت، هتجد تمام في اللي هو بيقول لك ايه ال 10.00 يوان، معناها ان المنتج دوت لو هو هتشتريه اوكي 31.9 يوان، بس هو في توصيل عليه للعنوان بتاعك هيبقى 10 يوان، تمام. بعد كده هتجد ان المنتج دوت فيه اكتر من فيه حوالي 3000، ثانية واحدة، في 3489 واحد عملوا كومنتس عليه، يعني ايش بعد ما اشتروه الناس ديت عملوا كومنتس عليه. في بعضهم طبعا حاطط لك صور حاجات فاني، في بعضهم بيكتب حاجات حقيقيه، في بعضهم بيحطوا صور للمنتج وكده، هنشوفها طبعا في حاله الملابس والاحذيه والاكسسوارات اكتر من الميه والحاجات دي. طيب البائع دوت عشان اشوفه اذا كان كويس ولا لا، هاجي ادوس على البائع دوت، تمام. برجع تاني ادي البائع اهوت، تمام، بيبقى هو عنده منتجات تانية كتير، فبخش على البائع، ببص على البائع، يهمني جنبيه في رقم كده، في جنب الرقم دوت مثلا ايه، يقول لك ايه 95922، يعني في كذا واحد 95921 واحد متابع البائع دوت. ممكن هنا تخش طبعا تشوف منتجات تانية بتاعتك، تمام، والمنتج اللي انت عايزه، تمام، بتشوفه. لو عجبك مثلا المنتج ده بتدوس عليه كده ويحطه لك في الباسكت بتاعتك، هيقول لك عايز ازازه ولا اتنين او منتج ولا اتنين ولا ثلاثه، بتحدد عدد المنتجات المقررات يعني من المنتج اللي انت عايزه. وهنا تقول له بالبرتقالي معناه ان انت تشتري تحطه في السله بتاعتك، والاحمر لو انت عايز تشتريه دلوقتي حالا، هقول له اوكي حطه في السله، تمام. تمام ده كده ايه بالنسبه لمنتج زي دوت، وان احنا ازاي نعمل سكان او بحث على المنتج دي في حاله الكيو كود بتاعي، ان انت بتدور على الكيو كود. طيب نيجي بعد كده هوت نشوف السيرش تاني، لو انت عايز تبحث طبعا لو انت عارف اسمه بالصيني تكتب اسمه بالصيني هيجيبه لك، عارف اسمه اسمه ده اي يعني حاجه معبره عنه بالانجليزي، او تروح لبرنامج ترجمه تكتب المنتج اللي انت عايزه، تمام، وهو البرنامج دوت يطلع لك الاسم بالصيني وتاخده تحطه هنا. او في حاجه ظريفه جدا، لو انت عندك عجبك مثلا منتج في محل او في حاجه، او انت لو في منتج انت شفته مع حد او اي حاجه وعايز تجيبه، فبمنتهى البساطه بتيجي هنا اهوت، تمام، وباجي هعمل حاجه بسيطه جدا، هاجي هجيب الكاميرا ديت، تمام، هجيب الكاميرا، وبعد ما بتجيب الكاميرا بتشوف كده وتقوم لاقط المنتج بتاعك بتصوره، زي مثلا هنجيب ازازة المية بتاعتنا زي كده، هو مجرد ان انت بتصور المنتج هو بقى بيقعد يجيب لك الحاجات المشابهة للمنتج بتاعك دوت، تمام، ويطلعها لك، ونفس الفكرة هتيجي هنا مثلا هيطلع لك الازازة المية اللي انت شفتها ديت، زي مثلا جاب لك منها اكتر من منتج في الوضع اللي انت شايفه ده، انه واحد من دول اللي اشتريه ويبقى الريكومنديشن بتاعه اعلى، اللي هي ب 30 يوان وتم شرائها 728، ولا اللي هي ب 59 يوان وتم شرائها 34262، وهكذا. طبعا بتشوف السعر المناسب ليك، تمام، كل ما بيكون طبعا ناس كتير اشتروها كل ما بيكون ده ريكومنديشن ليك ان ده مصداقيته احسن والكواليتي بتاعته احسن، والتاني تخاف منه، لان في بعض البياعين للاسف بيبقوا بياعين مش مصداقيته مش كويسه، او بيديك منتج مش كويس. طبعا الكلام ده مش في الميه بس، ده في كل حاجه بعد كده، ده انا بديك بس مثال عشان قدامي دلوقتي ازازه ميه، تمام تمام بس، وهكذا بتختار المنتج. يبقى احنا عرفنا السيرش دلوقتي، ممكن بنعمل يعني بحث بالكود الكيو كود بتاعك او الباركود بتاع المنتج، ممكن تعمل بحث بالكلمه، ممكن تعمل بحث بالصوره، تمام، وبتعمل بعد كده عمليه البحث بتاعتك، تمام تمام. طيب بعد كده اهوت بنشوف عندنا ايه هي تاني موجود عندنا في التوب اب، في هنا شكل عامل زي عينين ووش قطه كده، دوت حاجه اسمها التيمول. التيمول دوت يعتبر اشد مصداقيه، يعني المحل الماركات التجاريه المعتمده والموثقه والبائعين الموثوقين بيكونوا غالبا
عاملين اكونت ليهم على التيمول، ودول دايما لما تشتري من التيمول بتكون مصداقيه المنتج، وان المنتج دوت يعني كويس والبياع دوت كويس، ولو في حصل حاجه في المنتج هيرجعه لك والكلام دوت. وحتى في حاله الدليفري بيبقى بتاعه اسرع شويه. ممكن تدوس كده لما تعمل على شكل القطه ديت هيجيب لك المنتجات فقط لا غير اللي موجوده على التيمول. والتيمول غالبا بيركز على الحاجات اللي هي الاكسسوارز الفاني، الاكل والشرب، الملابس، بعض الحاجات اللي زي كده. تمام. وزي ما قلت لك المنتجات اللي عليه طبعا نفس الفكره بتبقى ايه، مصداقيتها بتبقى افضل شويه من الحاجات الثانيه. حتى جوه التيمول انت فوق هنا في الخانات القوائم اللي قدامك ديت، ده مثلا يبقى انت كده بتحدد ان انت بتدور على الاكل فقط لا غير. هنا مثلا هتلاقي مثلا بيدور لك على بعض الحاجات الخاصه بالاطفال او الالعاب والحاجات اللي زي كده. تمام. هنا مثلا دي طبعا انا عن نفسي ما مش عارف اقرا الكلمه، ولكن انا طبعا ايه بنقعد ندور وبتشوف القصص دي. هنا مثلا خاصه بالفاشنز والملابس والحاجات دي كلها. تمام. بس وزي ما قلت لك اي منتج انت عايزه سي مثلا سي هتيجي هنا هنشوف مثلا الكوتشي اللي هو ماركه لينينج دوت. تمام. طيب انا طالما جايبه من عند التيمول غالبا بنسبه كبيره جدا 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 هيبقى دوت جاي من التوكيل بتاعه او من المحل الاصلي بتاعه، مش من مجرد واحد بياع عادي. تمام. فلما بتجيبه طبعا من التوكيل نفسه او من الضامن نفسه بتبقى طبعا افضل والكواليتي بتاعته احسن، وبما انك في الصين فبتبقى ضامن انه شبه مش مغشوش او على المفروض ان هو مش مغشوش. تمام. طيب باجي هنا على المنتج بتاعي. تمام. بعد كده هو ببص هنا بيقول لك خلي بالك هو كان ب 699 بقى 639. بعد كده هو ده بيقول لك موديل 2019 وبيقول لك هيبقى فيه عندك عايز 640 واحد تم شرائهم قبل كده ممكن اخش عليهم. وبتبص ادي واحد مثلا هنا لابسه اشتراه ولابسه فبيوريك شكله عامل ازاي، واحد تاني بيجيبه لك وممكن يصور لك فيديو على شكل المنتج نفسه، وبعض الاحيان ممكن المحل نفسه ممكن يعمل لك حاجات زي كده. تمام. بس الفكره ان انت بتقدر تاخد جوله خلفيه على المنتج اللي انت عايزه وتشوفه معمول ازاي. تمام. بس في بعضهم طبعا بيكتب ان ده كويس، في بعض الحاجات احيانا يحط لك عيوب بتبقى موجوده مثلا فتحه قطعه مش عارف ايه حاجات زي كده. غالبا طبعا بيبقوا كاتبين حاجات كويسه بس المفروض طبعا تترجم. لو انت بقى ايه انت مش عاجبك المنتج ده بس انت عايز تخش جوه المحل نفسه وتشوف، فبتيجي هنا اهوت. تمام. بتيجي هنا دوت الشركه نفسها اللي هي ماركت لي نينج ديت، بتخش عليها وبتشوف هنا مثلا بيقول لك دوت في 1671 واحد متابعين الشركة ديت او الماركة ديت وبيعملوا عليها. طبعا اعتقد ان المفروض ماركة زي كده ماركة مشهورة او في الصين، فالمفروض ان هي يبقى عدد الفولورز بتاعها هيبقى اكتر من كده، بس ما علينا. بتيجي بمنتهى البساطة هنا هو بيعمل لك ايه العرض زي ما انت شايفه كده، عايز تعرضه بصورة تانية بتقوم ساحب كده فبيجيب لك القائمة اللي بعدها هتجد كل منتج وهكذا. بتشوف المنتج انه واحد مثلا سي الكوتش دوت. تمام. نجيب واحد مثلا عدد المشترين ليه كتير شويه، هو انا كده اشك شويه لان كده عدد يعني المنتجات اللي زي كده الماركات بيبقى فيه ناس كتير جدا المفروض مشتريها. زي مثلا هنجيب الكوتش دوت اللي هو 179 دوت 1972 واحد اشتروه قبل كده. ماشي. هاجي اهوت عليه وبخش على نفس الفكره، بشوف الكومنتس بتاعتنا واشوف الكومنتس، ببص على اغلبنا طبعا اللي ما بيعرفش الصيني بيخش بيشوف الصور عجبه ومش عجبه في اي حاجه، لو في حاجه انترست ليك ممكن تاخدها وتترجمها. خلاص اوكي انت عجبك المنتج دوت، هتيجي هنا وتيجي وتدوس على اللي هو ان انت هتشتري عمالة تحطه في الباسكت. فانا هدوس على البرتقاني مش الاصفر، سوري اللي هو الاصفر الفاتح شويه ده مش اللي هو لونه برتقاني غامق. ده معناه انك انت هتبص وتشوف عليه وتبص عليه وتشوف لو عجبك هتحطه في الباسكت لحد ما تيجي تشتريه في الاخر خالص. تمام. هنا مثلا بيقول لك ان في عندك المقاسات من 39 ل 46، وهنا في الصين تخلي بالك كويس جدا ان المشكله ان المقاسات اللي في الصين بتختلف سنه بالذات من المنتجات الصينيه مش المنتجات العالميه. تمام. عن مقاساتنا في مصر غالبا في الاحذيه بتضطر للاسف بتاخد درجه اعلى سنه، يعني لو انت بتلبس 44 ال 45 ممكن يلبسك، الا لو الماركات المعروفه عالميا زي بي فمثلا في حاله الاحذيه زي بيك اديداس نايك الحاجات دي كلها فبتاخد المقاس الحزام الحذاء دوت
بيكون الستاندرد العالمي معايا. فلو انت في بلدك او في اي حته في العالم بتجيب مثلا مقاس 45 يبقى هنا برضك هتلاقي 45. انما المنتجات الصينيه الماركات الخاصه بالصين غالبا بيكون في فرق في المقاس سنه، وبالذات لو انتوا بتلبسوا يعني مثلا بلبس 45 46 ففي الرجل، فهنا ما بلاقيش مثلا المقاس بتاعي، ولو حتى جبت 45 بيبقى ضيق جدا عليا تمام، وهكذا يعني. فخلي بالكم الحته دي. وبرضك على فكره في الجواكت غالبا هم برضك بيبقى مشكله عندهم في المقاس سنه ماشي. فدايما حاول تجيب الحاجة أعلى من المقاس بتاعك. لو أنت المنتج صيني مش منتج يعني ماركة عالمية يفضل أنت تزود مقاس درجة. دي نصيحة شخصية من منتجات كتير جربتها. هنا طيب هنشوف دلوقتي السعر دوت أخباره إيه. هنيجي هنا طبعا في الأول دوت بتشوف نوع الحذاء اللي أنت عايزه. مثلا هتدور على الحذاء دوت، بفتح بدوس على الصورة بتظهر معايا هو الشكل بتاعها ده. أوكي الموديل ده عجبني، بختار المقاس بتاعي 45 تمام أو 46 لو أنا عايز، يبقى مريح معايا. وبتيجي هنا تقول له حطه لي في الباسكت. ماشي الكلام، كلام جميل. المنتج اللي انت حطيته في الباسكت ده عايز تشتريه هتيجي هنا هوت في بشكل الباسكت هنا هوت، او بعد كده هوريك مكانها. باجي على الباسكت ديت وبشوف المنتج دوت. اوكي انا هوت ده اللي انا حطيته عندي هنا، بتيجي هنا هوت بتعلم عليه تمام. وهتلاقي هنا هو تحت ايه اجمالي المدفوع اللي انت يعني انت هتشتري قطعه واحده والاجمالي 179. هنا لو عايز تشتري اكتر من منتج مثلا ازازه الميه مع ده مع ده، فكل شويه عمال يجمع لك ماشي بالجاكيت ده والحاجات دي كلها. وفي الاخر لو انت عايز تشتري طبعا بتدوس كده عشان تعمل عمليه الشراء، بس طبعا احنا مش هنعمل عمليه الشراء، بس انا بوريك ان انت مجرد هتدوس بعد كده فقط لا غير انك انت تقوم تكمل اجراءات الدفع بالحساب البنكي بتاعك ماشي. طيب ارجع تاني معلش هوريكم هنا حاجه بردك تانيه. فتحت هنا خالص جنب اللي هي المربع البرتقاني والمربع الاصفر تمام، هتجد فيه علامه ستار. ستار دي معناها ان انت لو عايز تحطه في الفيفوريت عندك عشان ترجع له بعد كده، وجنبها علامه شكل المدور دوت وفي عينين دوت لو انت عايز تبعت لصاحب المحل وتستفسر منه عن مقاس عن اي حاجه. وبعد كده دوت ايه اللي هي علامه زي متجر كده او الستور دوت لو انت عايز تخش على الستور نفسه وتبص عليه. لو نزلت تحت كده عملت سكرول تحت شويه هتبص تلاقي صور بقى للحذاء او للمنتج اللي انت عايزه او الشركه نفسها او المحل نفسه اللي عاملها لك عشان تتفرج عليه وتبص عليه. او بالمناسبه برضك انت لو تروحت فوق خالص هتجد مثلا الكوتش ده عليه 9 صور، 1 من 9. فهنا مثلا بتيجي بتقوم لافف كده وتقعد تجيب الشكل الصور والاحذيه اللي انت عايز تبص عليها. طب لو انت برضك ممكن لو نزلت تحت خالص خالص معايا فضلت تعمل سكرول كده هتبص تلاقي عندك طلع لك منتجات تانية مشابهة للمنتج اللي انت بتدور عليه وموديلات تانية عشان خاطر لو انت مش عاجبك ده وعايز تدور على حاجة تانية تشتريها. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل بحث، وبعد ما عرفنا ازاي نعمل بحث عرفنا ازاي ان احنا نشوف البايع بتاعنا. طبعا خلي بالك هنا مثلا في حالة اللي هو التاجر دوت هتجد ان تحتيه سكور 4.8 و 4.8 وهي واحدة منها معناه ان هو البايع دوت يعني امين يعني كويس ولا مش كويس، والتانية سرعة الدليفري، التالتة لو في اي شكوى في حالة الرجوع ترجيع المنتج والكلام دوت تمام. فكل ما السكور بتاعك يبقى اعلى من 4.6 4.7 4.8 تمام ده كويس، اقل من 4.7 4.6 تقلق يعني تخاف من ان البايع دوت ممكن يكون في عنده مشاكل ان هو ما بيرجعش المنتج المنتج بتاعه الكواليتي بتاعته وحشه، ممكن يبعت لك المنتج بيقعد فتره طويله وحاجات زي كده بناء على التقييم المشترين السابقين ليك. طيب نرجع بعد كده تاني تمام للواجهه الاساسيه. طيب يبقى احنا عرفنا ان 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 هنا ازاي نعمل سيرش، وعرفنا ان تحت دي المنتجات بتاعتنا، وبعد كده اهوت هنشوف انا خلاص اشتريت المنتج بتاعي او حاططه في الباسكت بتاعي وعايز اخش اجمعهم. انا وريتها لكم من عند الكوتشيات بس انت من هنا برضك تقدر تخش. تحت خالص في القائمه اللي تحت خالص هنا هتبص تلاقي عندك اول واحده ديت دي الواجهه الرئيسيه، تاني واحده ديت لو انت في محلات عملت لها مارك قبل كده يعني اهتميت بيها هتجد هنا الماركات اللي انت او المحلات اللي انت اهتميت بيها بتبقى عامله زي اعلانات كل فتره او حاجات زي كده، فبتقدر تخش وتتفرج عليها لو انت مهتم. بعد كده لو انت بعت لحد واستفسرت منه عن اي حاجه وهو استفسر بعت لك اي يعني محادثات بينك وبين المحلات او الشركات اللي انت بتشتري منها، بتيجي هنا هوت في علامه المحادثه ديت المحادثات السابقه بينك وبين المحلات التجاريه
الشخصيه اللي انت اشتريت منها. وبهنا هو طبعا بتبعت للمحل ممكن تستفسر منه تقول له المنتج ده كويس المنتج ده وحش مثلا. يقول هو بيقول لك ان المنتج اللي انت اشتريته دوت تمام. هنا مثلا كنت بستفسر على منتج معين وهو بيقول لي ده موجود او مش موجود والمقاس والحاجات زي كده. وبعد كده هو بيقول لك خلاص اوكي ان المنتج دوت وصل لك وبتقدر تشوف الوضع مع بعض ايه. ماشي. يبقى هنا ديت خاصه بالمحادثات. فوق خالص في شكل العربيه وعليها رقم 8 معناها ان في ديت كنت انت مشتري 8 منتجات وهم اوريدي خلاص وصلوا بقوا ديليفرد عندك في العنوان اللي انت بعته لهم. علامة الجرس ديت معناها ان في بعض الاحيان بعض الشركات والمنتجات بيعمل لك او اوفر او بيديك زي تخفيضات كده تقدر تستفيد بيها. جنب علامة تحت بقى خالص خالص كده هتبص جنب علامة المحادثة ديت الباسكت بتاعتنا دي السلة زي ما قلت لك ان انت لو انت خلاص حددت المنتجات اللي انت عايز تشتريها فبتروح تشوف المنتج اللي انت عايز تشتريه وبتيجي تشتري تاخده من هنا. طب خلي بالك بقى من هنا. هنا طبعا لو دوست على العلامة الصفراء او السور البرتقاني ديت هتقول له خلاص اشتريت. في بعض الاحيان طبعا خلاص انا اسف انا غلطت ان انا ما يعني حطيت الحاجه دي بالغلط فانا عايز اشيلها من عندي من هنا عشان بعد فتره تيجي تجد ان الباسكت بتاعك بيتقفل فبتيجي تضطر كل شويه تشيل منه. عايز تشيل حاجه من الباسكت هنا ويعني انت مش مهتم بيها ومش بشراها هتدوس عليها كده تمام. ومن فوق خالص هنا هوت من ناحيه اليمين هتجد فيه كلمه مكتوبه بمعلومه من الصيني هتدوس عليها. لو دوست عليها مره هيرجع لك تاني البوكس اللي موجود فيه السعر. لما تدوس عليها مره تانية البوكس اللي تحت ده هيتشال ويتعمل لك علامه حمراء وعلامه برتقاني انا ما اعرفش معناها ايه بس معناها ان هي ديليت. فانا هنا هقول له اوكي ديليت. الحاجات دي طبعا بتيجي بالخبره. انا بتكلم الناس اللي ما بتعرفش الصيني وانا ما بعرفش الصيني ولكن بنتعامل مع البرنامج كويس جدا الحمد لله تمام. هنا خلاص بعد ما دوست على الايقونه تاني ارجع بالراحه جدا كده هتاني بعد ما دوست على العلامه اللي فوق ديت تمام. وهنا هو ظهر لك سوري بعد ما دوست على العلامه ديت تمام هتيجي هنا يقول لك اوكي موافق ان انت يعني تمسح الدوت من السله بتاعتك المشتريات. قول له اوكي بس كده خلاص. طب عايز تشتري زي ما قلت لك بتيجي هنا وتقول له اوكي اعمل لي عمليه الشراء تمام. وهنا وتيجي تقول له مثلا اوكي اعمل لي عمليه الشراء وخلاص انت الخطوه الجايه هتبقى عمليه الدفع. فوق هنا طبعا بيكتب لك الاسم والعنوان ورقم التليفون عشان تتاكد. هنا لازم تكون واثق جدا 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 كاتب العنوان صح ورقم التليفون. العنوان الحاجه هتجي لك عليه. طب ايه فايده رقم التليفون؟ رقم التليفون ان المنتج بتاعك لما بيوصل لك مكتب البريد تمام بيبعت لك رساله على التليفون برقم معين موجود في مكتب البريد يقول لك ان المنتج دوت اتوجد يعني البوسته بتاعتك اتوجدت عندي برقم كذا تعالى خدها. وغالبا بتقعد ما بين 3 ايام بعد كده بيبعت لك انذار لو قعدت في على حسب الشركات والمحلات يعني بس في اغلبهم بيقول لك لو قعد معايا اكتر من 5 ايام بيرجعوا تاني للبائع. طيب بعد كده خلاص احنا كده عرفنا ازاي ندور عرفنا ازاي نحدد المنتج بتاعي وازاي نعرف المنتج كويس ولا وحش. وهنا بقى نشوف المنتج عايز اشتريه بعد ما اشتريته. هتيجي ورا خالص هنا في الاخر من تحت خالص كده اللي هي علامة الراجل دوت اللي هو الاكاونت بتاعك اللي انت عايز تشوف فين الحاجة اللي انت اشتريتها. هنا بقى بيهمني طبعا الارقام اللي فوق ديت معناها ان انا دخلت على ايه واشتريت ايه وحاجات زي كده. اللي يهمني القوائم اللي في النص عندك هنا ديت. القوائم اللي في النص اللي عندك هنا ديت تمام اول واحده لما بتدوس عليها ديت كل المنتجات اللي انت تقريبا اشتريتها في خلال الفتره بتاعتك دي كلها. طيب القائمه اللي بعدها ديت لو انت حطيت منتج عندك ولسه ما دفعتش فلوسه فاهمني؟ يعني لو انت حطيت منتج واللي ما دفعتش فلوسه او دفعت فلوسه وهو لسه ما تحملش في البريد في اللي راح للبوستة يعني بيكون موجود في القائمة اللي قبل العربية. في العربية ديت تمام ديت معناها ان انت دي المنتجات اللي انت دفعت فلوسها والشركة خلاص او المحلات يعني دول بعتوها لك بالبريد تمام. زي مثلا حاجة هنا هوت حاجة زي البسكوت دوت هدوس على البسكوت دوت تمام. لما هدوس على البسكوت دوت هيظهر عندك شكل عربيه فوق والعنوان بتاعه ورقم التليفون والكلام دوت تمام. وهنا طبعا بيكون فيه البيانات بتاع البيع والشراء وفي هنا البيانات بتاع البائع تمام. وهنا طبعا لو انت عايز تبعت للبائع تتصل بيه او تبعت اكتب له رساله. طيب عايز اعرف بقى الحاجه دي وصلت ولا لسه واتحركت ولا لسه عشان تتابع البوسته بتاعتك فبتيجي هنا على فوق خالص باللي موجود باللبني دوت بشكل العربيه تدوس عليها هيقول لك خلي بالك هنا ان المنتج بتاعك دوت طبعا هنا بيقول لك بالصيني طبعا
ان هو طلع من الساعه كذا لكذا راح في الحته الفلانيه وتم استلامه في الحته الفلانيه والكلام دوت. وفي هنا برضه خريطه يقول لك ان المنتج دوت طالع بالعربيه ويوصل ليه. طب ده بالنسبه للمنتج لسه هيجي. لو انا المنتج مثلا تم استلامه او انت خلاص يعني جالك في السكه او حاجه زي كده، باجي مثلا على المنتج دوت تمام زي الشمسيه اللي قدامي دي مثلا وليكن، باجي هنا هو تبدوس عليها هيقول لك اه اوكي ان المنتج دوت دي مراحل التوصيل بتاعته زي مثلا اهي دي مراحل التوصيل بتاعته تمام، وان ليها رقم كودي هنا اهوت. الرقم دوت ممكن تروح لمحل البوسطه البريد لو تاه او لو حبيت تستفسر عنه. وفي نفس الوقت هنا يقول لك مسارها فين، وهي خلاص اوكي علامه الشيك الصح دي معناها ان انا اوريدي جات لي وانا استلمتها وتمام. هنا نفس الفكره طبعا، المنتجات الثانيه اللي عندك ديت كلها كل منتج من دول نفس الفكره. طيب يبقى احنا عرفنا هنا اول حاجه ديت الحاجات اللي انت اشتريتها كلها، ديت الحاجات اللي انت اشتريتها ولسه ما تحملتش او لسه ما دفعتلهاش. بعد كده العربيه دي الحاجات اللي وصلت او اتشحنت. بعد كده اللي جه بعدها ديت الحاجات اللي انت عايز تعمل لها خلاص ايفالويشن، يعني انت اوريدي بيقول لك اشتريت المنتج ده وده وده، فانت محتاج تعمل له ايفالويشن. هتيجي تدوس على العلامه الحمراء ديت بتقوم عامل ايفالويشن للمنتج بتاعك دوت. طيب هنا النافذه اللي قدامك ديت فيها حاجه جميله جدا برضك ظريفه، ان هو بعض الاحيان بيعمل لك اوفر لمده بيوان 2 يوان 5 يوان حاجه زي كده، والماكسيم بتاعها غالبا بيخلوا 5 يوان على بعض المنتجات بس المده محدده. اجيبها ازاي؟ في ظرف احمر كده عليه علامه صح، بدوس على الظرف الاحمر اللي عليه علامه الصح بتاعتك دي تمام، هيقول لك هيدخلك هنا يقول لك اوكي. هنا مثلا بيقول لك ان في 5 يوان لمده 3 ساعات و29 دقيقة و52 ثانية موجودين معاك. يعني أي منتج من المنتجات اللي موجودة تحت هنا ديت في القائمة اللي قدامك دي، والمنتجات دي طبعا عمالة تتجدد كل شوية، أي منتج من المنتجات دي بتخش عليه هينخفض لك على السعر اللي مكتوب دوت كوبون بخمسة يوان. في كوبون تاني لسه جاي لي مثلا بيقول لي إن أنت ليك 0.5 يوان تمام تضربه في 10 لو معاك 27 ساعة تمام، وهكذا يعني. فدي حاجه ظريفه برضك لو انت ما بتعرفش. هنا مثلا ده الكوبون ابو 5 يوان اللي هو لمده 3 ساعات. لو انا عايز اشتري اي منتج من المنتجات اللي هنا ديت بخش عليها، سي مثلا الماوس ده سي مثلا ماشي، باجي هنا بختار مثلا نوع الماوس اللي انا عايزه مثلا ده اوكي، وهاجي هنا اقول له اوكي، وهاجي هنا اقول له عايز اشتري. لو انت عايز تشتري ماشي هتجد ان هو كان سعره كام؟ كان سعره 36 يوان ماشي، سعره 36 يوان 80. هتيجي تحت هنا هيقول لك خلي بالك ان في عندك كوبون ب 5 يوان اهوت تمام، هيبقى سعره بعد التخفيض دوت بقى 31 يوان بوينت 80. فهي بس هي دي تركه بسيطه جدا كده للناس اللي هي ما بتعرفش ايه المنتجات. في حاجه تانية ظريفه لازم تخلي بالك منها برضك، ان المنتج ده اساسا تمام هو بيبقى في بعضهم بيبقى موجود عليه اوفر اساسا لفتره معينه. فهو ده مثلا بيقول لك ان هو سعره دلوقتي هيبقى 26 يوان بوينت 8 بوينت 8. في منتجات تانية بتجد ان السعر بتاعها مشوف طبعا كل شويه بتتجدد، ولو انت مش عاجبك المنتجات دي ممكن بتنزل تحت وتقعد تدور على المنتج اللي انت عايزه وتشوفه انه هو المنتج اللي انت عايزه تمام. طيب ارجع باك طبعا هو هنا بيقول لك خلي بالك ان انت عندك عروض وحاجات زي كده لو عايز تاخد استغل التخفيض، فانا اقول له خلاص اوكي مش عايزه دلوقتي. عايز تعرف بقى البيانات بتاعه الدخول والحاجات زي كده، من فوق خالص هنا بتدوس عليها فبيطلع لك اسمك ورقمك والاسم الحرق يعني اسمك الموجود على التاوباو انه. وطبعا هنا في بيانات تانية خاصه بالبنك والكلام ده، بس دي غالبا يفضل حد صيني هو اللي يعملها معاك عشان ما تعكش الدنيا. بالنسبه للتاوباو هرجع معلش للقائمه الاولانيه هقول لك بردك على شويه حاجات ظريفه. قلت لك انا شكل الكاتس ديت شكل الايه اللي هو التيمول. اللي بعدها ديت تمام ديت المنتجات اللي موجوده عندك في المنطقه اللي هي عليها عرض ظريف دلوقتي يعني عرض فعال. يعني مثلا المنتج مثلا السماعه مثلا ديت ب 19.80 تمام بدل 299 يوان. التفاح مثلا هيبقى ب 19.8 بدل 88 يوان. الجزمه ديت مثلا ب 79 يوان بدل 198 يوان. بالمناسبه هي في بعضها بتبقى فعلا عروض حقيقيه وفي بعضها بتبقى عروض فقط لا غير وهميه، يعني هو بيضرب سعر عالي عشان خاطر يجذبك ان انت تشتري. يبقى انت على العلامه اللي بعدها دي معناها العروض الواو الهوت اللي هي كده. اللي علامه الكره الارضيه او الكوكب دي معناها دي المنتجات الماركات العالميه. بتتباع هنا في الصين بس بتبقى ماركه، يعني ده مثلا اديداس ده مثلا الماني، البسكويت ده الماني، السكيتشر ده امريكي،
يبقى حاطط لك شكل العلم بتاع البلد اللي هو جاي منها المنتج ده. وطبعا هنا المنتجات المستورده بيكون سعرها ضارب جدا يعني. طيب بعد كده علامه الاي ديت تمام، هي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن المنتجات اللي موجوده في الستورز اللي هي الحاجات الفريش تمام، اللي موجوده هنا حاجات اكل وشرب فريش. ولو انت عايز تطلبها ديليفري دلوقتي، يعني عايز تطلب وجبه من المكان المحيط بيك تمام، وجبه طازه يعني حاجه تاكلها، ماكولات او مشروبات حاجات زي كده، اكنك بتطلب حاجه ديليفري يعني. طيب بعد كده هوت في هنا شكل الباسكت الاخضر ده، ده معناها ان السوبر ماركت المنطقه المحيطه بيك فيها بعض السوبر ماركت، فبيجيبها لك من، خلي بالك لو هتشتري من التاوباو عادي ممكن تلاقي حته مثلا على حدود الصين الجنوب الشرقي اي حته يعني، انما دي الجزئيه بتاع الباسكت الاخضر ده هيجيب لك من السوبر ماركت اللي موجود في المنطقه المحيطه بيك تمام. بتخش بتعلم الحاجات اللي انت عايزها وهو بيبعتها لك دليفري بمقابل رسوم بسيطه للتوصيل. لو انت عايز تشحن الموبايل بتاعك بتيجي هنا بتدوس على ديت، فبتيجي بيظهر لك طبعا رقم التليفون بتاعك، وديت لو عايز تشحن ب 10 ب 20 ب 30 و 50 وهكذا. وبعض الاحيان بيقول لك ان انت ليك مثلا ايه 0.6 يوان 6.10 يوان لو انت يعني هتستفيد بالكوبون دوت وعايز تشحن يعني تمام. الشكل البطة او الدوت ده برضك نفس الفكرة. الوجبات دي ظريفة بقى، دي بقى لو انت عايز تحجز تذاكر طيران، عايز تحجز فندق، عايز تحجز قطر، اي حاجة من الحاجات دي كلها. فمثلا هتيجي هنا عند شكل الطيارة دوت، هتيجي يقول لك انت عايز منين لفين، طبعا بالصيني والتاريخ بتاع السفر بتاعك والرحلة، وتبدأ تشوفه فينا برضه بيبقى عروض طبعا موجودة بالصيني. اللي بعدها طبعا لو انت عايز تحجز فنادق في الأماكن والمدن، وفي بعض الأحيان بيبقى برضك عليها كوبونات تخفيضات ظريفة تمام. وتشوف الفنادق ونفس الفكرة الحاجات اللي بيبقى عاملين عليها أوفر وحاجات زي كده. طبعا ده بالنسبة للقطورة، واللي بعدها خاص بالمواصلات الداخلية دي ماشي. دي عبارة عن جيمز اللي هي شكل علامة الصبار دي او الصفرة اللي بعدها دي، دي خاصة زي جيمز موجود يعني تخش تلعبها، وبعض الاحيان بتكسب او احيان ما جربتهاش بصراحة يعني وهكذا. فحاليا دلوقتي دي اهم الحاجات اللي بتخص التاوباو. فخلي بالك طبعا لما تيجي تشتري تكون حريص جدا، لازم تشتري من تاجر موثوق منه، لازم تشتري منتج يكون حد اشتراه قبل كده. خش اشتري، بص على الكومنتس اللي موجوده بالحاجات دي كلها. خلي بالك في بعض المنتجات كتير جدا بيكون معمول شبيه ليها، ما تسترخصي، نصيحه مني ليك. اقرا الكومنت كويس، او لو ما تقراش كومنت بص على الصور كويس. يعني مثلا الجوانتي دوت بيقول لك اداها بين 39.9 هيبقى ب 8 يوان 90، وتم شراؤه 44919. هخش مثلا على الجوانتي دوت وايه، وده عامل لك علامه النار كده، معناه ان هو من جوه هيبقى دفايه يعني. طيب هخش ابص على الجوانتي دوت دلوقتي حالا وهشوف التقييمات بتاعتنا. بيقول لك في 22,001.46 تمام عملوا تقييم عليه. هتبص عليهم كده، طبعا مش هخش اقرا الكلام ده كده كله، بس انت هتبص كده، افتح ابص شكل واحد مصوره اهو، ده شكل الجوانتي اهو شكله ظريف. في واحد تاني هنا تمام، واحد تاني برضك عامل ده المفروض عامل فيديو، او حد او واحد او واحده عاملين فيديو تمام. فبيبقى ايه، بيديك ريكومنديشن كويس، تقدر تشوف المنتجات ديت كويسه او وحشه. نبص على ده، في بعضهم بيبقى كاتب اخطاء يعني حاطط عروض مثلا، ده شكله جوانتي حريمي. في الملابس والحاجات زي كده بتبقى ظريفه بعض الاحيان، لانك بتبص على بعض الناس يكتب لك يوريك شكل مثلا قطع او حاجه في المنتج، ويقول لك مثلا انا حاولت ارجعه للتاجر والتاجر ما رضيش يرجعه لي ماشي. فخلاص اوكي شكله عجبني الجوانتي مثلا، فهاجي هنا هوت اقول له تمام. خلي بالك بقى السعر دوت نعمل فيه ايه، هنيجي هنا نبص على الجوانتيات، للاسف المقاس مشكله. طيب ده مثلا ده جوانتي عادي، اللي تحتيه عليه علامة النار دي الهوت، يعني معناه ان ده هيبقى دفاية يعني نار معاه يعني من جوه في الشتاء، لان الحرارة بتبقى منخفضة جدا في الشتاء هنا، بعض الاحيان بتوصل لناقص 5 وناقص 10، وبعض الاماكن الاقل من كده، فبيبقى محتاج حاجة بتدفي كويس جدا تمام. المهم بتشوف الجوانتي اللي انت عايزه واللون والحاجات دي كلها تحت هنا. طبعا كل دي موديلات بتقعد تدوس عليها كده وتشوفها، والمفروض طبعا بتترجم بتشوف الحاجة اللي انت عايز تختارها. سي مثلا احنا هنشوف المنتج
عايزين ده، بس ده ما بيدفيش يعني، مش معمول له تدعيم للتدفئة. للأسف شكلهم كلهم اللي فيهم تدفئة شكلهم مش ظريف، او يبقى جلد بس فقط لا غير. زي مثلا اوكي امر الى الله، نشوف المنتج ده مثلا تمام، وهقول له اوكي. هنا مثلا السلة عندي مليانة، فمش عارف هحط حاجة عندي في السلة، فهضطر اخش على السلة تاني واقوم ماسح الماوس دوت، واقول له لو سمحت اهوت، واقول له امسح لي دوت عشان اعرف احط حاجة عندي في السلة. زي ما قلت لك بعض الاحيان السلة بتتملي ما بتنفعش احط فيها حاجة تاني، فده خلاص انا حطيته عندي، ممكن اخش اشتريه دلوقتي لو انا عايز اشتريه تمام. او ان انا ممكن في بعض البرامج بتاع التخفيضات هبقى اشرحها لكم في فيديو تاني، ان انت ممكن تخش تجيب كوبون وتجيب تخفيض على التخفيض اللي هو عامله المحل ده في حد ذاته، وخلاص على كده. بس لو المنتجات زي ما بقول لك بعد ما بتجيلك بيجيلك رسائل منها، الرسائل زي مثلا سي بعض يعني الشركات بتاعت البريد على حسب نوع البريد، فمثلا ده يقول لك ان مثلا وصلت البريد بتاعك والرقم بتاعك مثلا 95-2-42-10، ده معناه ان انت الرف الدولاب رقم 95، الرف الثاني البوستة بتاعتك رقمها 4210، بتروح على الرقم دوت وبتلاقي حاجتك وبتاخدها. وفي فيديو عندنا على القناة بيشرح ازاي تستلم البريد بتاعك، واشوفكم على خير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.